صباح الخير وأهلا بكم إلى برنامج كشك الصحافة من شبكة التلفزيون العربي والذي يأتيكم مباشرة من بيروت الساعة 7 بتوقيت غرينتش. معي أنا رويدة أبو عيد، ويرافقنا في هذه الجولة اليومية للصحافة العربية والدولية الكاتب والمحلل السياسي الموريتاني محمد طالبنا. أهلا وسهلا بك. مرحبا. المدرعات الأمريكية لقوات سوريا الديمقراطية من أبرز المواضيع التي تناولتها الصحف الدولية والعربية اليوم، والتي تابعت أيضا تفاقم الانقسام الأمريكي الحاد الشعبي والسياسي حول قرارات ترامب، بالإضافة إلى عناوين أخرى قد ضجت الكبيرة حول تجربة إيران الباليستية وعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي. وفي أبرز عناوين الصحف العربية، صحيفة العربي الجديد: سوريا دعم أمريكي مفتوح للأكراد. صحيفة القدس العربي: إيران تتحدى وأوروبا تحذرها، وإحالة القضية إلى اللجنة الدولية لتحديد إذا كانت طهران انتهكت الاتفاق النووي. خلاف داخل مجلس الأمن بين واشنطن وموسكو حول إطلاق إيران صاروخا باليستيا. صحيفة الحياة: حملة تطهير ضد معارضي قراراته للهجرة والغالبية الليبرالية في المحكمة العليا، معركة على القضاء بين ترامب وخصومه. صحيفة الاتحاد الإماراتية: مقتل زعيم القاعدة الإرهابي بالحاج في عملية لقوات الشرعية. صحيفة النهار اللبنانية: المجهول الانتخابي، سقط المختلط ولا بديل. صحيفة الصحافة اليوم التونسية: تململ في صفوف الموقعين عليها، أي مصير لوثيقة قرطاج اليوم. إفريقيا هي بيتي وقد حان وقت العودة، تصريح للعاهل المغربي محمد السادس تحول إلى عنوان بارز في التغطية الصحفية للقمة الإفريقية التي اختتمت أعمالها أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعودة المغرب إلى ربوع الاتحاد الإفريقي. غياب استمر 33 عاما بسبب احتجاج الرباط على اعتراف منظمة الوحدة الإفريقية، أي المنظمة السابقة للاتحاد، بالدولة الصحراوية التي أعلنت عنها جبهة البوليساريو. عودة المغرب كان محط اهتمام التحليلات الصحفية التي بحثت في دلالة التوقيت والانعكاس السياسي لهذه العودة على العلاقات الإفريقية. بداية أستاذ محمد، هل هي عودة أم انضمام جديد، ولماذا هذا الأمر يثير كل هذا الجدل؟ نعم، شكرا. المغرب اليوم هو يعتبر انضم وفقا للشكليات الجديدة وليس عائدا. معناتها المغرب انطلاقا من المادة 29 من النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي احترم الشكليات القانونية، وعاد يمكن لأي دولة إفريقية حصلت على أصوات الثلثين أن تنضم إلى الاتحاد، ولكن بعد احترام الترتيبات القانونية في المادة 2 و3 و4 من النظام الأساسي، وهذا ما يشكل حرجا قويا بالنسبة للمغرب، لأن المغرب وجد نفسه متناقضا مع طموحاته وحتى مع الدستور المغربي 2011 في المادة 42 منه، لأن المادة 2 من النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي تلزم الدولة المنضمة باحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، وهذا ما يناقض ويكبح الطموحات لدى المغرب في الصحراء، وبالتالي يتناقض مع المادة 42 من الدستور المغربي التي تنص على أن حدود المملكة، أن الملك مسؤول عن حماية الحوزة الترابية للمملكة في إطار حدودها الحقة وليس في إطار حدودها الموروثة عن الاستعمار. إذن المغرب بهذا الواقع يشكل انضمامه فعلا نوعا من الاعتراف القانوني بالجمهورية العربية الصحراوية. على العموم، يعني العودة أم الانضمام، يعني محور هذه العودة هي القضية الصحراوية اليوم التي سنتناولها في لاحقا في هذه الحلقة، ولكن بداية أستاذ محمد سننقل إليك بعض التعليقات التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي حول القمة الإفريقية.
يعني حتى موضوع العودة يعني أثار جدلا كبيرا أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. لماذا الآن أستاذ محمد قررت المغرب أو قرر المغرب العودة إلى الاتحاد الإفريقي؟ المغرب من سنتين ثلاثة اكتشفت أهمية القارة الإفريقية، وقام جلالة الملك المغربي محمد السادس برحلات مكوكية داخل عدة أقطار إفريقية، وعبأ لذلك حقيبة استثمار كبيرة في كثير من الدول الإفريقية. لكن المغرب بعد ذلك اكتشف بأنه يحتاج إلى حاضنة سياسية وقانونية تدخل في إطار، وهي الاتحاد الإفريقي، لأن الاتحاد الإفريقي أصبح مؤسسة دولية من مؤسسات العمل الدولي المشترك الفاعل، محكومة بكثير من الضوابط القانونية والعمل المشترك، تقدم التسهيلات والاستثمار في مجال الأمن الاقتصادي وفي مجال الأمن المشترك وفي مجال التبادل والتداول بين الدول. اليوم أيضا التصويت الكبير لعودة المغرب، يعني 39 دولة أفريقية صوتت للعودة في الوقت الذي كان المغرب يحتاج فقط ل 28 صوت فقط، ما الذي يعنيه؟ هذا لا، أنا أعتقد بأن حتى ممكن تكون الجمهورية العربية الصحراوية التي تمتلك صوتا داخل الاتحاد الأفريقي أن تكون من بين الدول التي صوتت المغرب، لأن لا توجد دولة في القارة تشكك في عضوية في أهلية المغرب الانضمام للاتحاد الأفريقي. المغرب خرجت بإرادتها حرة من منظمة الاتحاد الأفريقي لأن دخلتها الجمهورية العربية الصحراوية. اليوم المغرب بعد أن قررت المغرب احترام الشكليات القانونية مما فيها احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار والاعتراف بالقانوني من حيث الواقع بالجمهورية العربية الصحراوية كعضو في الاتحاد الإفريقي، تمتلك اليوم نفس الصوت الذي تمتلكه المغرب. على كل حال هذه الرئيس كما تلاحظين في الاتحاد الإفريقي، الرئيس الجمهورية العربية الصحراوية إبراهيم غالي جالس إلى جانب جلالة الملك. لا نستطيع أن يعني الواقع السياسي والقانوني المغرب اليوم أصبحت أمام إشكالات لا شك أن المغرب لا يمكن، هل نعرف هل هو أدركها؟ المغرب قد يقول بأنه سقط في الكمين الصحراوي. حتى أقول قبل النقاش هذه النقطة بالتحديد أستاذ محمد، سأنقل إليك ما كتبته العربي الجديد عن نهاية القمة 28 للاتحاد الإفريقي، وقالت: وسط حسم الملفات الداخلية في صفوف الاتحاد وهيكليته ولجانه ومفوضياته، كان الحضور المغربي طاغيا على ما عداه، وهو ما ترافق مع انقسام إفريقي على خلفية تأييد معسكر من دول القارة السمراء حيال الاعتراف بما يسمى الجمهورية الصحراوية. كان المغرب قد انسحب من منظمة الوحدة الإفريقية احتجاجا على قبول عضوية ما يسمى الجمهورية الصحراوية التي أعلنت عنها جبهة البوليساريو، ورأى مراقبون أن عودة المغرب إلى شغل كرسيه الشاغر منذ 33 عاما تعد بمثابة انطلاقة معارك سياسية ودبلوماسية وقانونية أيضا من المرتقب أن يخوضها، وعلى رأسها قضية منطقة الصحراء، فضلا عن معارك اقتصادية لتطوير شراكات جنوب جنوب لتنمية البلدان الإفريقية. اليوم هناك من يعتبر بأن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي هي انتصار سياسي للقضية الصحراوية، على رأس يعني الجزائر تشكل رأس حربة في وجهة النظر هذه، ما رأيك؟ شوفي، بالنسبة للمعسكر الداعم للجمهورية العربية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي، هو الدول الكبرى في الاتحاد الإفريقي: جنوب أفريقيا، نيجيريا، كينيا، أنغولا، هذه هي الدول الوازنة من الناحية الاقتصادية، وهذا ظهر حتى من ناحية مخرجات القمة 27. ظهر في ماذا؟ ظهر بالتوصيات التي خرج بها الاتحاد الذي أوصى الأمم المتحدة بتسريع عملية الاستفتاء في قضية الصحراء وإخراج العملية من لا حرب ولا سلم، كما أنه ظهر في أن المعسكر الموالي للجزائر أو المعسكر، هذا المعسكر بأنه هو المعسكر الذي سيطر على المؤسسات الانتخابية في الاتحاد الأفريقي، بدءا من وزير خارجية تشاد اللي صار هو مفوض السلم، وبدءا كذلك من الرئيس الغيني اللي صار هو رئيس الاتحاد ونائبه الأول
هو الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ووجوده في كنيابة رئيس فهي مطلوب منها هو رمزيتها ودلالتها عن سيطرة المعسكر الجزائري على الاتحاد الإفريقي. فهذه رسائل لا شك أن المغرب تمتلك من الحصافة بأنها قرأتها قراءة جيدة، تعرف بأن غيابها 33 سنة لم يكن ربما استراتيجية جيدة جعل الاتحاد الإفريقي صمم من دونها. وأصبحت حتى بالنسبة لموظفين الصحراويين يشغلون مناصب عليا في الوقت الذي غاب فيه المغرب. أصبح الموظفون الصحراويين يشغلون مناصب عليا في الاتحاد الإفريقي وفي المنظمات المرتبطة به، ما فيها البرلمان الإفريقي وما فيها منظمات مفوضيات المتعددة في الاتحاد الإفريقي. وبالتالي المغرب ستجد نفسها ملزمة بكرة إذا عقدت مؤتمر الاتحاد الإفريقي في الرباط أنها ترفع علم الجمهورية العربية الصحراوية. طبعاً وهذا طبعاً بأنها دولة من دول أعضاء الاتحاد. طبعاً يعني هذا الموضوع ربما يعني لن يحل بهذه السهولة وسيكون محل خلاف كبير في المستقبل، وهذا أيضاً ما طرحته صحيفة القدس العربي عندما قالت خلال السنوات الأخيرة تحول الاتحاد الإفريقي إلى مخاطب رئيسي للكثير من الدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة وتجمعات الكبرى مثل الاتحاد الإفريقي الأوروبي وتجمع دول أمريكا اللاتينية. من ضمن العراقيل التي كانت تطرح هي تمثيلية المغرب والجمهورية الصحراوية التي أعلنتها جبهة البوليساريو في اللقاءات الدولية، حيث كانت تغيب البوليساريو في اللقاءات مع الاتحاد الأوروبي ويغيب المغرب في اللقاءات مع أمريكا اللاتينية حول احتمال لعب الاتحاد الأوروبي ونظيره الإفريقي دورا في إيجاد حل لنزاع الصحراء. استبعدت مصادر سياسية مقربة من المفوضية الأوروبية أي دور مهم بحكم أن المفاوضات تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة، كما أن الأوروبيين لم يلعبوا أي دور في الماضي في هذا النزاع. اليوم كيف برأيك سيتعامل الاتحاد الإفريقي مع قضية خلافية بهذا الشكل في التعامل مع المحافل في المحافل الدولية، يعني وخصوصا بأنه الدولة الصحراوية لا تعترف بها حتى الآن الأمم المتحدة؟ الدولة الصحراوية صارت تعترف بها أكثر من 80 دولة في العالم، هذا واقع، لم تعد حلم، لم تعد تصور خيال، صارت واقع قانوني. وهي وجودها في الاتحاد الإفريقي وبعض المنظمات الإقليمية كفاعل، وبعض المنظمات الاشتراكية الدولية الأحزاب، وبعض المنظمات كشبه، جعلها حالة قانونية لازم، وصارت محل توصيات من الأمم المتحدة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وصارت من ناحية الواقع القانوني الأمم المتحدة تتعامل معها، لأن الأمم المتحدة خصصت لها مبعوث خاص، والأمم المتحدة قادت عمليات التفاوض مع جبهة البوليساريو واستضافتها ورعتها وعينت جيشا دائما فيها الإمرسو، وهو بعثة سلام فاصلة بين 20 سنة فاصلة. إذا من ناحية الاعتراف القانوني والسياسي بالقضية الصحراوية صار مسألة غير جدال، وهذا ما أشرت إليه بأنها صارت من خلال الفعالية من خلال الاتحاد الإفريقي، أصبح الاتحاد الإفريقي باعتباره شريكا ممارسا مع عدة أطراف دولية، شريكا ممارسا مع القمة الإفريقية الصينية، مع القمة الإفريقية التركية، مع القمة الإفريقية الإيرانية، مع القمة الإفريقية الأمريكية اللاتينية. هذا الواقع جعل المغرب فعلا يكتشف بأنه الفراغ الذي تركه غيابه كان خطأ استراتيجي. واليوم المغرب رجعه رجع عملي في إطار كمين، أنا أعتبره بأنه كمين سياسي وقانوني وضعه فيه الصحراويون، بأنه رجع بدون عثرات ليجد نفسه محاطا بسياج قانوني لا يجد منفذا من الخروج منه. نعم، إذن أنت أيضا تدعم وجهة النظر الذي تقول بأنه ما حصل اليوم هو انتصار سياسي للقضية الصحراوية. سنتابع. لا، أنا لا أقول لك انتصار ولا هزيمة، أنا أقول لك واقع قانوني. أقول لك واقع قانوني صار بحكم هذا. سنتابع أستاذ محمد. ليس انتصار المعركة، نحن في موريتانيا لسنا أطرافا في المعركة. سنتابع أستاذ محمد، ولكن أعذرني على المقاطعة بعد التوقف مع فاصل قصير. ابقوا معنا.
شهدت عدة مدن أمريكية وحتى أوروبية خروج الآلاف احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي الأخير المتعلق بمنع دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة، في حين وجهت انتقادات إلى صمت الدول العربية. نسألكم، أين موقف الدول العربية الرسمي والشعبي من قرارات ترامب؟ شاركونا الحوار. It happens to the metro station. إرهاب أصاب البلد بالشلل التام لحظة وقوعه. And I didn't understand until a certain moment where I realized it was really happening. لكنه خلق أزمة ثقة واحترام. It destroyed the trust. ما زال البلجيكيون يعانون منه حتى الآن. We don't feel any more secure. أحداث بروكسل. كنت هناك الخميس 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة على التلفزيون العربي. أطولها من ليالي الأسر أطول. بدهم يعملوا دولة على حساب الشعب الفلسطيني. عمارة زي هاي مش مسكونة. طب ما هي في مشكلة. المشكلة إيش؟ المشكلة اللي هو الجدار. It's the time now to change your mind, to throw your guns. دمرونا كل إشي تقريبا، يعني 8 عائلات صفينا ولا إشي، صفر. وبعضها أقصر من فرحة محرر ينفى. من خلالها نلقي الضوء على معاناتهم بما تحتويه من آمال وألم. إنه في كتار زيه عم بيقاوموا، عم بيكونوا بنفس هذا الوضع. يوميات الفلسطيني، الاثنين 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة على التلفزيون العربي. أهلا بكم من جديد في برنامج كشك الصحافة. نرحب مجددا بضيفنا الكاتب والمحلل السياسي محمد طالبنا. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. صحيفة الشعب الجزائرية تناولت إمكانية تشكيل تكتل إفريقي لمحاربة الإرهاب دون أي تدخل خارجي، وقالت إن إفريقيا قررت أن تطلع بمسؤوليتها كاملة لحل الأزمة الليبية بإشراك الجميع لإيجاد توافق ينهي الفوضى ويعيد الأمن، ليس لليبيا فقط بل للمنطقة والإقليم ككل. والحل الذي تسعى إليه إفريقيا في ليبيا سيكون محكوما بصيانة وحدة ومصالح الليبيين، وليس مثل الحلول الجاهزة المستوردة من الخارج التي تكون محكومة بمصالح هذا الخارج وفي الغالب تزيد من تأجيج الأوضاع وتفجيرها. والجميع يعلم أن الأزمة الليبية هي بالأساس نتاج تدخل الناتو الذي أسقط النظام ومعه أسقط أرض شيخ الشهداء عمر المختار في متاهة العنف والفوضى. اليوم الاتحاد الإفريقي عازم على أن يأخذ دور مهم في حل الأزمة الليبية، وسبق هذه القمة حراك عربي إفريقي يعني الوصول إلى حل لهذه الأزمة المتفاقمة منذ فترة طويلة في ليبيا. برأيك، ما هي خارطة الطريق التي سيعتمدها الاتحاد الإفريقي لحل هذه الأزمة؟ أول شيء نبين على موضوع قضية العمل الإفريقي المشترك في مواجهة الإرهاب، هنالك تجارب منه في مواجهة من أجل الحفاظ على السلام، سواء كان في القيادة تامراس اللي هي تشكل من القوة الإفريقية المشتركة لمجموعة الساحل والصحراء، وسواء كان من مجموعة جي 5 الدول الخمسة الموجود مقرها بنواكشوط بموريتانيا، وهي مجموعة متكونة من مالي والنيجر والتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا. أضيف إلى ذلك أن كانت هنالك محاولة قبل انعقاد مؤتمر القمة الاتحاد الإفريقي في الكونغو بيومين، الاجتماع الأطراف الإفريقية، كان الرئيس الموريتاني بين سيادة الرئيس محمد عبد العزيز بين الأطراف المتابعة لحل المشكلة الليبي. إذن ليبيا الأفارقة يتطلعون إلى أنهم أدرى بمشاكلهم وأدرى بالشعاب. ولكن كيف سيترجم أستاذ محمد يعني هذا الأمر؟ وليبيا بتراكماتها لها منة على الاتحاد الإفريقي، فالرئيس الليبي المرحوم معمر القذافي من الفاعلين الأساسيين في تحويل منظومة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي. وكانت ليبيا يقع عليها ارتكاز قوي حتى في صرف
مصاريف الاتحاد وموارده المالية. إذن الاتحاد الإفريقي يريد أن يرد الجميل إلى الشعب الليبي وأن نعم. يشاركه في أن يجد له حلا مرضيا حلا إفريقيا بعيدا عن، لأنه لا يمكن أن خاصة بعد أن أهمله العرب ولم يقدموا له أي مبادرة، لأن التجارب السابقة كانت، ولكن تجارب اليوم الحراك ناقصة. الأخير هو حراك عربي إفريقي، يعني نرى مصر عربي. نرى طبعاً. الجزائر طبعاً. نرى تونس، لكن هذه الدول تلعب دورها من خلال منظومة المشتركة للاتحاد الإفريقي نعم. وليس منظومة الجامعة العربية. أستاذ محمد، هناك أيضا ملف مهم جدا على طاولة القمة، كان ملف اللاجئين والحياة اللندنية كتبت عن هذا الموضوع وقالت قد تكون هذه القمة 28 للاتحاد حاسمة لمستقبل تلك المنظومة وتلاحمها، إذ إنها تعقد في ظل أوضاع دولية يؤثر فيها وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وبدرجة أقل تولي الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي ألقى كلمة في افتتاح القمة وفي لقاء خصص للوضع الإنساني في إثيوبيا. رحب غوتيريش أول من أمس بسخاء أديس أبابا الذي تواجه أسوأ موجة جفاف في السنوات 50 الأخيرة، لكنها تواصل استقبال اللاجئين من الدول المجاورة التي تشهد أزمات، وقال هذا مثال يفترض أن يدفع إلى التفكير في عالم باتت فيه حدود كثيرة تغلق، في تلميح مبطن إلى المرسوم الذي أصدره ترامب ويمنع مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة من بينها 3 بلدان إفريقية من دخول الولايات المتحدة لتجنب تسلل إرهابيين إسلاميين متطرفين إلى الأراضي الأمريكية. يعني هل كنا نتوقع موقف أصلب من الاتحاد الإفريقي من هذه القرارات الأمريكية، خصوصا بأن هناك بلدان إفريقية مسلمة منعت اليوم أو على لائحة المنع من دخول الولايات المتحدة؟ الاتحاد الإفريقي كان متقدما على الجامعة العربية في موقفه، على الرغم أن الدول المشمولة بالقرار الأمريكي ما عدا إيران هي دول عربية، ولذلك طالب شأنه في ذلك الشأن منظمة المؤتمر الإسلامي الحكومة الأمريكية بمراجعة قرارها، وأوصى بذلك في مخرجات قراراته. قصة إفريقيا مع اللاجئين هي قصة من وجهين، فإفريقيا على الرغم من حالتها الاقتصادية ووضعها الاجتماعي فالبيوت الإفريقية مفتوحة أمام اللاجئين، هذا ما أشار إليه الأمين العام. صحيح، هذا واقع، لأن السوري إذا ضاقت به الأرض في الدول العربية وإذا ضاقت به الأرض في أوروبا فسيجد بأنه مفتوحة له الأبواب الإفريقية، مرحب بها في أي دولة إفريقية، في غربها، في شرقها، في وسطها، في جنوبها. وشأنه في ذلك الشأن العراقي أو الشأن اليمني. إذن في إفريقيا لم تظن بإمكانياتها على الإنسانية بتقديم ما لديها، وفي نفس الوقت إفريقيا تقدم شبابها يموتون يوميا بالآلاف في زوارق الموت البحر، نعم. البحر وفي عرضه يتابعون خيراتهم المنهوبة من شمال البحر الأبيض المتوسط. هذا الموضوع بالتحديد أيضا تناولته وكالة الأناضول، وقالت اتفق الزعماء الأفارقة على انعقاد القمة 29 للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا يوليو تموز المقبل، وتضامن الاتحاد مع السودان والصومال ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول مواطني البلدين إلى الولايات المتحدة من بين 7 دول. شدد الاتحاد الإفريقي على أنه لن يقبل بالتفاوض الفردي حول الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، وإنما عبر الاتحاد الإفريقي، كما أكد ضرورة تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والصراعات والنزاعات. اليوم كيف سيتعامل الاتحاد الإفريقي مع هذه القضية الملحة جدا إنسانيا، وكيف ستكون هذه المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي؟ إذن الاتحاد الإفريقي على الشركاء في التنمية وخاصة الدول الثمانية الغنية والدول في الشمال المتضررة من الهجرة أن تساهم في رفع التنمية، مستوى التنمية في إفريقيا، من أجل توطين الشباب الإفريقي أول شيء، لأن يهاجرون من أرض الخيرات، يعني لأن أسباب الهجرة في إفريقيا تختلف عن أسباب الهجرة في الشرق الأوسط. أسباب الهجرة من إفريقيا أساسا هي البطالة ومستوى المعيشة
وظروف الحياة. أما أسباب الهجرة وأيضا النزاعات يعني النزاعات بدأت تخف في إفريقيا مقارنة بالظروف الماضية. مثلا الوضع بدأ يستتب في الصومال، الوضع بدأ يستتب في وسط إفريقيا، بدأ يستتب في ليبيريا. مناطق النزاعات التقليدية في إفريقيا بدأت تجف بينما تتسع في الشرق الأوسط، ولذلك تختلف أسباب. إذن القضية الأسباب الهجرة في إفريقيا بدرجة أولى هي أسباب اقتصادية قابلة للحل، ولكن حتى الآن الاهتمام الأوروبي والأمريكي بالاستثمار في إفريقيا ما زال ضعيفا، وهو منافس إلى حد كبير بالاستثمارات الصينية وبدخول الصين إلى القارة الإفريقية كشريك اقتصادي فعال. ولكن يعني اليوم الاتحاد الأوروبي من مصلحته أن يقوم بالاستثمار في إفريقيا لأنه هو يعني الوجهة الأساسية لهؤلاء المهاجرين. صحيح، هذا عليه أن يقوم هو بمبادرة بتوطين المهاجرين في بلدانهم قبل ترحيلهم من 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 الأوطان الأوروبية. نعم. كما أنه عليه ملي أن يقوم بدعم استثنائي للدول الموجودة في شمال إفريقيا وفي غربها الموجودة على المحيط الأطلس وعلى البحر الأبيض. نعم. لأنها دول استقطاب للمهاجرين. نعم. ننتقل الآن إلى أبرز ما جاء من كاريكاتير حول هذا الموضوع. تعليق سريع أستاذ محمد. هذه الصور في الحقيقة عبرت عما كنا نعبر عنه. نعم. والفن التشكيلي هو فن صادق من الروح. أستاذ محمد شكرا لك على كل المعلومات القيمة التي أفدتنا بها. شكرا لك على حضورك معنا في بيروت. مشاهدينا شكرا لكم حسن المتابعة. وصلنا إلى ختام كشك الصحافة. زوروا موقعنا على الإنترنت العربي.tv. أيضا بإمكانكم إبداء آرائكم ومقترحاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.